يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من ادعى أنه قد رأى الله سبحانه وعز وجل في المنام فهل يصدق؟ وهل ثبت عن الإمام أحمد أنه قد رأى ربه في المنام؟ مسألة الرؤية في المنام ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة، وأن الله وضع جل وعلا يده بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد أنامله بين ثدييه عليه الصلاة والسلام. مسألة الرؤية في المنام شيء آخر، هذا ما هو مثل الرؤية في الدنيا واليقظة. نعم، وممكن إن المؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى رؤيا منام على صورته، ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته وحقيقته، الرؤيا ممكنة. نعم.